أصول السنة عندنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإيمان برؤية الله تعالى في الدار الآخرة. أما شيك الأصول السنة وإمام أحمد رحمة أخذ لبنا في كتاب أخوة بوتيك هيك الأصول عقيدة ودين ما كما إيمان باوري هبت كده مروا في إيمان دار رجع قيامات رب العالمين بينيت، وإيمان أهل بحشت رجع قيامات رب العالمين بينن. والإيمان بالرؤية يوم القيامة لشيت إيكلوا بناغيت عقيدة لالما أهل السنة ولالما بصرمان أبا كتب يوم إيمان باوري هبت كرجع قيامات إيمان دار رب العالمين بينن. وطبعا أف ديتناش ونيا ديتناك حقيقية ويا راستيه نا ونيا وكينك بجن أفرؤيا بقلبه، يعني من في إيمان دار دلي خو خود دبين نا ونيا ده رب العالمين بينا بتشافت خود درستي ونيا هر وكي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاحي، هر وكي حديث الصحيح البيغمبر هاتين صلى الله عليه وآله وسلم، وآيات القرآن مهاتين، وآيات القرآن مهاتين كده إيمان دار رجع قيامته رب العالمين بينا. هر وكي رب العالمين بجيت وجوه يومئذ ناظرة، يعني هندك سألو تشاف رجا قيامته يترونا يتقشن لسبينا إلى ربها ناظرة، يعني لسحكنا ربي أخو لسحكنا رب العالمين، رب العالمين سحكرنا أخوذ بقسمات واكت. هذا إيك الوآية الدليل سأل هنده كإيمان دار رجا قيامته دي رب العالمين بينن إلى ربها ناظرة، يعني لسحكنا رب العالمين. وتهاتك أيضا رب العالمين يجد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا يعني أبا شكري وشاكيكري الدنيا هذا عبادات رب العالمين ابتنيكري ودي سنة بيغمبري كري صلى الله عليه وآله وسلم، ووقت عبادات أخو كري جواني وريكو بيكي كري رب العالمين إخلاص ذهبي يدير بين الرياء خشوع النفع عبادات ذهبي، هذا رب العالمين يجد أبا هو كربيت الدنيا هذا وهو عبادات أخو كربيت الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، يعني جواب كيري رجع قيامته جواب حشته وزيادة. پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفسيره في زيادة كيري وزيادة عن اشتاكي دي زيادة تر بحشته وخوشيت بحشت رب العالمين ذاته. پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقولي الزيادة والنظر إلى وجه الله تعالى، يقولي اف زيادة چي الزيادة تر بحشت رب العالمين ده خوشيكي وباشيك الأهل بحشتكات، يقولي سحكرنا رب العالمين وكذا أو مروفا رب العالمين بينا. وإمام الشافعي رحمة خده لبيت هذه سوف آياته وقت بجيت كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بحسي وما مروفا كتا مروفا خراب أو مروفا باريب آيات خده نائنا، أو بجيت رب العالمين بجيت أفا رجع قيامته عن ربهم لمحجوبون، يعني أفانا
خدای خو نشنادت و دیتنا خود الوانه حرام کرد. امام شافعی رشت اما دلیل سر هنده مادم رب العالمین دیتنا خو و سحکرنا خو اهل جهنم حرام کرد، یعنی دلیل هنده اکاد خو نشا کردد نشا اهل بحشت داد، چون که کسی خدای ندید بود ندگوتی اول ندگوتی چه دوکی ایگ بید اهل بحشت دوکی وامن. اما مادام رب العالمين بس اهل جهنم يقولي او خدنا بينا، يعني مفهوم المخالفه يعني اهل بحشت ايش كان اهل بحشت دي رب العالمين بينن هاتشان دعوات ما قلتين منيا صريح ويا ديار ومنيا منطوقه ودليل ساتشه سهند كودي رب العالمين بين اهل بحشت. بس افش ايك الايات رب العالمين بما فيش هلوك امام الشافعي بجد مش افش دليل سهند ك مادام اهل جهنم خدنا بينن ورب العالمين اف عذاب دوية الدليل سهندك أهل بحشد رب العالمين بين أخوشيا هما ما صلنا بحشد دوتيا النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، يعني سحكرنا رب العالمين وعذاب هما ما صلب أهل جهنم إيش أفايا كده چه قال هيدا كلن كرب العالمين ديتنا أخو سروا حرام كري. وإمام أحمد رحمة أخده لبيت يقول كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاحي بجد ما فعل حديث البيغمبر شتهاتي صلى الله عليه وسلم يا صحيح هل وكي بيغمبر بجي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم إنكم سترون ربكم، يعني بيغمبر بجيد بيشك قالي إيمان دارا هنك دي خدي خبينا وربي خبينا رجع قيامته كما ترون هذا القمر. بيغمبر صلى الله عليه وسلم بجيد هل وكي هنك في هايفيد بينا كشبك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاي في يوجد شبيبو وكي أفشفونيا او کی افشبا که هیف خربو و پیامبر صلی الله علیه و سلم گه صحابت خویت رن یشتبون و نیو جه کی بو که هیف دیار بیت اینا پیامبر صلی الله علیه و سلم گوت صحابه گوت انکم سترون ربکم و تهون گلی صحابت منو و گلی ایمان دارا در رب خوبینن کما ترون هذا القمر و تهر وکی شتف نو کان هیفید بینن و تهود خودش بین روز قیامت. طبعا اوا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی گفت یا صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت چطور فهمید نکه و نیا چو شک بون گفت دانیه و چو غلاتی سر نیا و نیا کار روزگ بو و نیا عفر نبو و سامال بو و هیف یا خرب بو یا روم بو همه هیف دید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت هوش در روز قیامت رب العالمین بینن. و علما همه وقتی اف حدیث گفت و اف حدیث شرح کردی گفت معنا او هندش نیا نبود کسب جدید یعنی رب العالمین و کی هیفیا. بس اما تشبيه چيا تشبيه الرؤيا يعني شتفهم كهيفيت بينن بصافي واشكري هوش رب العالمين رجا قيامات دي شركات هوش رب العالمين دي رجا قيامات بينن نرب العالمين وكهيفينيا چون كي رب العالمين ليس كمثلي شيء كسي وكي رب العالمين يا. وبعد ديمايكا في حديثه بيغمبر صلى الله عليه وسلم اتبجيد حكا انقو بيچه بيد انقو بيچه بيد ان لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا بجيد اكن حسكن خدي ببين رجا قيامته وحسكن رب العالمين ديتنا خبر اسكن غوب كات بجيد شبكن فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا بجيد او نفيجا بري روش هلد بخبكن كنفيجا سبيديا ونفيجا مغرب بري روش افايد بخبكن او هر دو کرناوات وقتی وادا ایکل یعنی نویجه هیواری عفو نویجه هیواریش بری روش آوا بید بکن یکوتی او هر دو سببا که روش قیامت رب العالمین خونیشا و کسا نبدتو و دیتنا رب العالمینی قسمت امروی بید، یعنی او کسی نوکه نویجه سپیده پشتی روش حلاتت کن و کرنا کدی عادت خو و نیه او دی دیوی حدیثه و دی مفهومی وی حدیثه او دی چلی هن؟ ونيا بدي محروم بل بدي محروم بل بهندي بهندش بيان بس على سمنا في حديثه بجيت بيشتا كان جو بيتش بيت ومن حس كان ك رب العالمين في هندي بقسمتين جو بكات نفيجا سبيدي بري روش هلوات بكان ويا هيفاريش بري شب كان بري روش افا بكان افهر دوكا وحديثه ديش بيان بس على الله عليه وسلم يقول يا هركس كمن صلى البردين دخل الجنه نیه و تر کسی که وان ویژانا درسیب کات و وقت واد آب کات و جوانی و رایکو بیکو کات اولی اجتناب ناف کرد دام اجتناب بحشت دا که نویجا اسپیده و کنگیا و نیه نویجا اسپیده و هیواری اف هر دو که نویجا پیامبر صلی الله و سلم تأکید اصر و نو حدیثه شگوتی ایکل سبب آیا که رب العالمین چه قسمت امروی بکات
دیتنا خو قسمت مروی بکد و مروی ایماندار نابی سستاید نویجا دا بکد یعنی هر عمله که دیش هکه مروی پچک سستایی ده هبید اما نویجا چی جارا نابی سستایی ده هبید چی جارا نابید وقتی با مروف عمدن تأخیر که هند آیت و هند حدیث تاتین پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که امیدهان داد به هند که نویجت وقتی با دا بکن و گفل مکنین که هم چی بکنیش ام نویجا تأخیر نکن ات وقتی با دا یام برای کپیکی و جوانی نکن فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون يودي حلي بسري وعذاب وهلاك بواك سأب النفجات كان بس النفجات خود تأخير كانت وقت وادا يوم برايكو بيك ناكن وجوان ناكن وركن وشرط وواجبات النفجات بدرسي ناكن يودي أفنا حلي بسري واك سنة ود وعذاب بواك سنة واك أمرو فك النفجات نكت هك أمرو فك النفجات سبيدي نكت ونيا تأخير كانت تا بشتي روش هلاته أفت شكت دانية هنجي چيه هنگی عذاب وانا گلگلگ ماسره و خودی بسری و ماسره الواکسا و نیا که بس تو تأخیر که یعن پیچه واجبات توی سستایت دب که او عذاب و هلاک و خودی بسری بوانا با او نکن و نیا خفیر افنده کری خفیر افنده کری و نیا نویجه اسپیده همو گاوه پشت روشلاتت کرد یعن هر نویجه که ای تأخیر که تو قصدانه که تا وقت وشته داره اف نویجه چی جا نایتف چه؟ نایتف کرنه و نایتف قضا کرنه و اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوتی اف نویجه کته و اوه بنوید و هاگال بانگی نبید و نه اوه عادت بید نه همون روشه از بچم ساعت سه بنویم یعنی که ساعت که مایی با بانگی اسپیده از یه وقتی بنویم و طبعا مرفنا رو بیتف نویجا اسپیده چی جا مرفنا رو بیتف نویجا اسپیده و بشتین گوله بله ساید ما از همون گوه درام و ساعت ده اسپیده آن ساعت یانزده آن هر وقتی که هبی که روش یا حلاتی و نیتی به مرفو فیر کرد و فعلا هند که ساعت با خود دانید، موبایل دانید، بشته به مالا مروی راد بیده و بونه ویجه بشته بونیم این شیار که و دست ها من ویجه بده واسه و بونه همه کار بینید زی بنوید، اندیب شد و نیا خوب شده بشور و مجید نکد دا نوید اصلا بینده مروی درنگ بنوید بشتینگی نویجه هست بده مروی چی ده بید؟ نویجه هست بده مروی بچید یا هر نویجه کادی هبید و الحدیث کادی صحیح پیغمبری صلی الله علیه و سلم بجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینکم سترون ربکم عیانا و اوه بومه آشکرا کری و یا لیک بریه داری پیغمبر بجی صلی اللہ علیه وسلم هنگ گلی ایمان دارا دی رب خوبین روژه قیامت عیانا یعنی بچه؟ یعنی بچاف یعنی اوه بجرم دل و نیا دی دل رب العالمین بین او قولی و همو چی داد؟ همو بطال بو و قولی که و نیا یه صحیح نیا و یه باطل و یه خلط و حدیث کادی داشت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم وقتی بحثی اهل بحشت کرد بیشتر رب العالمین اهل بحشت برد بحشت دا رب العالمین دو بیشتر اهل بحشت هنگو دوید از شتکه دی زیده تر دمانگو الوا خوشیانه اوید من داینه هنگو آکه من هنگو بیند بحشت دا و خوشی ناف بحشت دا من داینه هنگو دو بیشتر یا رب خود ما دا چه دی زیده تر دامه تم اینا ایند بحشت دا تسرو چوبت مسبی کرن و رید ما گشت کرن ما هند دا رب خود تا همون نعمت و باشید گل مکرین بیان بس الله و سم بجید هنگ رب العالمین دو بیشتر از ده تشتكي دي مواصل ده منغو دوه پر دراكت و حجاب دراكت اما ما بين اخو و اهل بحشته هنگي ده او اهل بحشته كي بينن؟ ده رب العالمين بينن فما اعطو شيئا بيانبر بجي صلى الله عليه وسلم تشتكي نادن بحشته اهل بحشته كا خوشتوي تربيتو و باشتر بيت احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل بجيت خوشترين نعمت كا رب العالمين قل اهل بحشته كات اما وقتها اهل بحشت كيف بينن وقتها اهل بحشت رب العالمين بينن يعني هر خوشيك ابو مهات يا غوتن هر نعمتك هات يا غوتن كنا بحشت ده خدي حاضر كي ابو اهل بحشت همو چنا همو گلك گلك كيمن خوشيوا وجوانيوا برنبري كي برنبري خوشي وجوانيا رب العالمين وسحكرنا رب العالمين رب العالمين سحكرنا اخو وديدنا اخو قسمته ما همابكت وحديث الدية تهاتين قالك حديث الدية صحيحة تهاتين سر هندكا إيمان دار دي كبينن إيمان دار دي رب العالمين بينن رجاء قيامات الناف بحشدا وأن النبي قد رأى ربه وإمام أحمد رحمة خد البيت بجيد وبيغمبري صلى الله عليه وسلم ربي خوي ديتي وأن النبي قد رأى ربه بيشي في بيجين من یه بس ده اوه کادیش بیشین آهت کادی ده چونکه او هر گل بابت ایکی او بابت اولیه گره ده اما او آهت هاتی او رب العالمیش لا تدریکه الابصارو و هو یدریکه الابصاره که ای بجید با اف آهت من یه
مخالف نيه قلب آيات دي وقلب حديث آيات ما قوتين. طبعا شو مخالفة الدنيا؟ إدراك تشتكى وسحكرنيش تشتكي ديه. نكام روجيت بينين ويعنونيا أم هايفيش بينين وأم قالك مخلوق ديش بيني يا عثمان بلكي ديرن ونيا استيرن هرشتك ويت ببيني بس نظاني هايف تشبيك هاتيا كاس المزايد كهيف التشبيك هاتيا چیه چنیه کس نزانی تو هم تو دلها ای دوچم ولا هد بیج نه منیا اوه هو آخف نه منیا توقعاتم ولله های ویش ونیا اوه هوی او یا هوی او پیچک هو او چی آن او نزد چی ونیا اوه توقعاتن اما ونیا آخف نه اما دو درستی ونیا خبرک بوده هاتیا چطور خبر بوم هاتیا ونیا خدا و پیامبری صلی الله و سلم که قرآن دو مقاله چته هاتیا بحث کردم ونیا کشته بیش که چه خبرت هو بوم هاتی نلفیش دی ونیا بوم نه هاتیا ما چه خبرت هوی یقینی درستی نه هاتی نلفا مثلا نه بلند تو زانی و هیوه اما تو زانی چه پیک هاتیا و چیه و چنیه و آفت دو هیا مروف دو هنه ونیا نزاچه دو هنه حیوانت دو هنه حشرات دو هنه کس نزانی باشه این معمید بینی بس ما چی نیه؟ بس ما ادراک نیه آن دیس آروش آن اف استیره و نیه افند استیرانه اف ملایین و استیرانه هم بینین بس ما ندیس اما ما سحکرن و نیه و دیدن ما های بس ما ادراک نیه به هنده سحکرن چشتکه و ادراک چشتکه دیه ادراک اوه توی چشتی همه تفاصیل توی چپکی ببینی و تعلم پیه بیتو تو بزانی اوش آخر ربع میگه لا تدریکو الابصارو تو رجا قیمت خود بینی اما تا مچنیه لا تدریکو الابصارو تا ادراک نابید تو نزانی که ربع میگه چی پیک هایتی او چی او چی نیه بس دی چی بینی؟ بس جوانی و ونیا اوه رب العالمین جمال و جوانی رب العالمین اوشتنه همه دی بینی بس اما تفاصیل ونیا ذات رب العالمین لا تدریکو الابصار بلا دی ادراک ونیا الادراک و شیء و النظر و شیء آخر من إدراك شتاكا ونظر شتاكا ديا نظر سحكرنا رب العالمين أفياهي من يبقى آياته حديثة في عمبالي صلى الله عليه وسلم ويجمع أهل السنة وان دا ونيا أفتشنا أفتشنا ونيا الدليل هك إيك الوهات بو بزبو إيك آياتات بو بزبو ونيا ما آيات تهاتي نا إيك آيات بتر آيات كيتهاتي ونا حديثة كيش ونيا بتر حديثة كيتهاتي ويجمع إشياتي أفا همو چنا هر إيك الوه ونيا حجة لالك لالي أهل السنة أما أوى إمام أحمد رحمة خدا بيج وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه بيغمبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين يديتي هكا مقصدوي أو بيد كبيغمبري صلى الله عليه وسلم شاف خدا يديتي أبا ونيا أخفناك يا درسنيا ويا جي خدانيا هكا مقصدويش أو بيد كبيغمبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين خوي دو يديتي هذا درسة وما دليل به هذا درسة وما دليل به هاي بلند بجوان النبي قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح بجد أفا هاتي ونيا هاتي للبيغمبري صلى الله عليه وسلم حديث صحيح هاتي هكاب خويدا بالحديث صحيح هاتي وقت بيغمبري صلى الله عليه وآله وسلم بجد أتاني ربي الليلة في أحسن صورة بجد رب العالمين أفشفى خنشا من دا وهاتا لمن يعني خوني شامن دو من ديد رب العالمين سر جوان ترين شبابو عن حديثة كودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة يعني من أف شبا رب العالمين خوي دو ديد سر جوان ترين شبابو أفل أهل السنة همود متفقا سر بهندي أهل السنة والجماعة همود متفقا سر بهندي كو بيغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين ناف خوي دو يشي اكري ناف خوي دو رب العالمين يديتي بلندش وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوت یا چی نگوت یا چو صفات بو نگوتی نه ونیا چوش نگوت یا نگوت یا هو بیا هو بیا هو بیا چو گلیس که مثل یه شیون بس یه گوتی سر جوان ترین شیوا بو اما نگوت یا ونیا که فلان ذات رب العالمینی فلان جه ذات رب العالمینی اشتاف بو چونکی ونیا چو نایتا چی کرن نایتا وصف کرن ونیا وکی منی اتا چی بجی وكي شو مخلوقاني أتى بيجي وراكي فلاني بو أكي فلاني بو أكي فلاني بو تشتى ونيا هر كسر كي بيجي تأسر رب العالمين إيش بيني ونيا ده شو بيني ونيا بيعم بريس الله وعلى يعني تخبي ده بيعم أذا بس رب العالمين يتقال كي كذي
من يات قلبي عن بريك لسان الله وسلم أما يبجد والله من فلان جديد ونيا رب العالمين بو قتام الخدية ونيا وبشين يبجد والله فلان شبيبه وفلان شبيبه بو أو چين يا رب العالمين يا ني يبجد والله سارو شوفت ويتوبونا شوفت ويتوبونا دست ويتوبونا رب العالمين يا هف خونا خونا قونيا وديتي أما كتب يجي رب العالمين يا رب العالمين يا ذا بس بيعن بري صلى الله عليه وسلم رب العالمين يا خوني شاك يدوي ناف خوي دا نشاب بيعن بري صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح هذا صحيح هاتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم قد خوي دايديتي رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ورواه حكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف عن ابن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبجد أفا الفا واريكونا وطريقونا يهاتيل عبد الله بن عباسي وهر چي قفتا قالبو هر ايكل صحابت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يان ايكل تابعية وقت قوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رب العالمين يديتي همو بحثي كيرنا همو بحثي هندنا يعني خوه دو يديتي همو بحثي هندنا يعني رب العالمين خوه دو يديتي اما كا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه هشیار بیت و نیا و کیمان و کازی هشیار منیا و پیغمبر خدا دید بیت اول نهاتیه چون کی اول هاتی و اول بحث هاتیه کردن که کیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول بیژن یک بیژن پیغمبر دی بحث کیره یکی دیوی کیره دیدی اول بیژن اسراء و معراج اسراء و معراج وقتی رب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معراج و نیا چو عثمانا یه گویی ویره دیدی اما حدیث صحیح و صریح هاتی وقت الصحابة بسيارة بيغنبري صلى الله عليه وسلم وقت المعراجة وقت هل رأيت ربك وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تا ربي خديد وقت تشوى إسراء المعراجة بيغنبري صلى الله عليه وسلم شو قلت نور أن أراه يعني قلت رنواك هابو حجابك هابو كيف أراه وقلت شو ده بينام يعني من هذه تيه قلت ما بين منه رب العالمين چه هابو ويا خديد قال كي آخف قال بيغنبري آخف صلى الله عليه وسلم وقت معراجة أما قلت تديد خذ تديد وقت قلت أهفتي بنور أن أراه وتنبس رنوية قلت بروير رنوية أسناش يوم يبش رنوية ببينه مراب العالمين ببينه أن روايتك ويدهتي وقت قلت هل رأيت ربك وترأيت نورا قلت بس من شو عديتي قلت بس من رنوية عديتي وفي عام صلى الله عليه وسلم شد بجيت بجد حجابه النور بجد برداء وما بين رب العالمين مخلوقة چيه رونهية أما أف بردك رب العالمين يدون ما بين أخو مخلوقة كرونهك أف رونه مانع كس نشد كبينيت كس نشد رب العالمين يبين هندي مروفي چيا هندي مروفي صاخة وتو الدنيا يدون وهذا كي داخل ذاكري موسى عليه الصلاة والسلام ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقت موسى عليه الصلاة والسلام شو يوي جي يوي وقتي أبي وقت رب العالمين يوي جي بو حاضر كلي كسر شي طريب ورب العالمين قال آخفت وتورات بو إنا خاري موسى عليه الصلاة والسلام حس قال هندي دا باي ها قال شد بيت يا قال دنج رب العالمين يدبيت خده وحي بو إنا خاري ورب العالمين شد بيج وقربناه نجيا بيج ما موسى شد يكربو مني زيكي خو كربو افتهم موسى بابا كامروف حس قال ونيا كيف ببنيت قال هندي داش رب العالمين بهند موسى حسكر قلت يا رب خدي وني اس حسكم شبكم اريني انظر اليك تعرف نعمتها مو قال من كرم وني تاس نزيك يا خو كرم وتو يا قال من تعبي تو يبو من توراتي يا خوري قلت اس حسكم تو خوني شام ليش بدايك هنا رب العالمين قلت لن تراني قلت الدنيا ده تنشي من بني چونكي وني مروف رب العالمين وقت ام تشيك يا ما تشينا اما ضعيفين وني اما ضعيفين ومعاصرين دالي سرفين دالي ام ناف دنيا دا قالك چه نابدين مخلوق ام نابدين مخلوق ناف مدى ونيا ناف مدى مخلوقا وكي منا ام نابدين اجنات راحو چاند ما ام نابدين ملائكات طنشت مروفا وكس اوه مروفي همو مروفا كي دا ونيا ملائكات اكد قال دا يان مجالس الذكر تجي ملائكات ونيا مزقفتا ملائكات اتدو هين يان قالك جو ملائكات هين ام چه ناكين ام نابدين وچن مخلوق ديشت هين ونيا كان ناف مدابن ام هر ديسو ام النابلين الى جان هاي تو سبب ونيا تشتاكي حركاكي توي هس بيت كي تعرف مخلوقه هاي اما تو بخونو اي نابلين بل هند خودي ام هوي چكري كي غلط تشتاكي ما چره كري ان نفشاتي ونيا ام نابلين ورب العالمين قوتا موسى عليه الصلاة والسلام
وتدبتات ديارش كم إثبات كم كتا أو قواتنية أو شيانية من ببيني بوتا أزنوكا خو نشا كردم نشا في چيايا يدم نعم رب العالمين بوتا موسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل بوتا هذا ساحكا چه ولكن انظر إلى الجبل بوتا ساحكا في چيايا فإن استقر مكانه بوتا أزخو نشا چيايا يدم هكا چيا ما چيا غلق غلق تماصرا بوتا قوة ترش نیا چیش کت دنیا نیا چیا المهم آه هر مرد وکی بید بینه برام بری چیا چون آکت ماستر و قومترش کوته اگه چیا خوگرتو ما نیا توش دنبی بینی هاگه چیا خونه گد با بزن هنگیانیه توی ضعیفی تو نبینی فلما تجلّ ربه للجبلی وقت رب عامینی خونیشها چیاید دار چند خونیشها چیاید دار اندی سری تبلکی نیا کب و ما اثرات یا صیحه یا هاتی اکل صحابة بيعمل صلى الله عليه وسلم متابعياتي يقول ترى بعمني خلف ذات يخوني شيء ندا ونيا أهم بجنة سريت بلاكي ونيا جاء رب عمي كوشنا بس أو هالنشاط شيء دا جعله دكا شيء هم وش رياض بطوس نما وخر موسى صاعقا موسى شرياض عليه الصلاة والسلام وقال خونا ما هفت دلي وكفت عادي فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وقتها شيار بي وكان رب خده بكيماتي ومازني أربته مثل من توبهش كمان هكاف بسيارة كل بيتوا شو بيت يا خالد بيتوا جي خدا نبيت وأنا أول المؤمنين بتأس إيه كل واقع سمني من إيمان بحموش لك هيك تا بموجود بيتوا تجود بتما إيمان وبارية بينه إذا أفا ناف دنيا دا كاس ك كاس كي كنا ديت يا رب عامين ديت حتى أو كاس ديتين هاتين حديثة دا كان جي ديتين بيشتي مرنه عبد الله بن حرام باب جابري راز من أخذين هردو كبير كان جي بس الله عليه وسلم رب العالمين قال آخف فكلمه كفاحا يعني رب العالمين ب فردة وبحجاب قال آخف بعد استشهاده اشتي شهيد بوي وشو قال رب العالمين والدنيا دنا ما يمري هنجي رب وهنجي أشياء هنجي أدرسته هنجي بيعم بس الله عليه وسلم مش ما منكم من أحد رجع قيامته إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب ناك اسا اخف نترجمه بك ما بين امرؤي رب العالمين و ناتش هيا ناتش پردش هنا ما بين امرؤي رب العالمين اما دنياي داب صاحي كس كنا بنيت كس رب العالمين نبيت بيان بس الله عليه وسلم بجيت انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا بجيت كس خدنا بنيت حتى شنين حتى تمرن يعني بشتي مرنيت درسته بشتي مرنيت درسته اما بيان بس الله عليه وسلم تأكيد كي يقول انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كسلهم رب يخونا بنيت رب العالمين نابنيت حتى أمرني نبيت أما أواد خوي داش أو بس يوكي بيا وطيبات بيا بيغمبري وصلى الله عليه وآله وسلم يخاص بيا أما وكي دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم جد كسل رب يخونا بنيت رب العالمين نابنيت حتى تمنيت بشتي مرنية ممكنة ودرست رب العالمين بشتي مرنية خونيشا هندك وابدات ونيا واو مروفيت باش وشهيد وهر اي كابيد اوه درس رب العالمين ببين المنيا وخده خونيشافا كسان ابدت والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشتا بحديثات بيانبر صلى الله عليه وسلم يعني بحديث البعثي ديتنا رب العالمين بشتا امد ايمان بينين هر وكي ناف حديث دهاتي چو تأويلة لنا دين نو بجي مراد رب العالمين ونيا دليخو بينين ونا بجن دي رونا رب العالمين بينين ونا بجن دي نعمته خده بينين افا همو چيا؟ افا همو بدعا هر ايكي هر فا آخفنانا بكات هر ايكي الفا آخفنانا بكاتو هر ايكي عقيدة و ايكي الفا تأويلاتا نبيت كي هاي بجن والله هم دي بدل بينين والله هم دي رونا رب العالمين بينين والله هم دي نعمته رب العالمين بينين وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت يا إنكم سترون ربكم عن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كفا أفتأويلنا همو چنا؟ والكلام فيه بدعة هي أفهمه تيا هفهمه بدعة من أم ده هل وكي بيعمل صلى الله عليه وسلم ودي إنكم سترون ربكم عيانا هو تأكيد كده يا با حقيقي بده بتشبينا بتشوف يا خبينا ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره هل وكي أف آياته ظاهري يعني سرف وأشكرامي معنوي كوتيا ده هو إيمان بينين ولا نناظر فيه أحدا وعم تشنا كانت دا أم ناقشة قال كاسين أوكي نناظر ومناظرة ومناقشة نفى مسألة دنا دنا يتكرر
وني ايك بيت بيستما ولا باك تاغوتي دي خودي بيني اوا تجهتك بوچيكر هاك تجهتك ايش بودانا بوتي بو اند بيجي دي سري بينين آن ونیا در رخ راست بینی، آن در رخ چپ بینی، آن در پیش خوب بینی، آن در پاش خوب بینی. در جهت هکیش برا بعامیدان، اف تصیفت هکی مخلوق بودانه، اف مناظره مناقشه نه همو چنه، همو بیدعنه. چونکه اف کسی و آخف نهد بجید، اف یه حساب خودت کرد گل که قیاس رب العالمینیت کرد، گل مخلوقات کرد. نیو لیس که مثلی یه شیء اون. نیا قیاس رب العالمینیت کرن گل که گل مخلوقات. وعف حسابات بو رب العالمين أنت كأنه تبيجي ونيا ولا با بود بيجي أنا ما تقول كا أشتكي ببيني ونيا نكا روجة واحد يعني بينا هاي فيد بيني إلا يلجي أكى نا رب العالمين ونيا أفتشتا تدانين أبد ناف كده هاي أي ناف مخلوق ده نعم نزانين ما إيمان أي كده خده بيني أما دش تف بيني أو كاس نزانت ونيا إلا رب العالمين نبي ونيا أو هنجي ده هتا ديار كرون وهتا زانين بل هند قتى ولا نناظر في أحدا يعني مناقشات نفو مسألة هذا نهاية كلام جاء إيمان وباورياب ديدنا رب العالمين طبعا أفا ونيا هندك تشتوفت قرتبا لا لما أهل السنة ولا لي ونيا هركسك إيمان دار بتو وباورياوي وعقيداوي وكيا في عمبالي صلى الله عليه وسلم والصحابة بيت أفا ونيا كعقيدة أهل السنة والجماعة أفا يكاد إيمان دار وجا قيامته رب العالمين بينا وخوشترين نعمة رب العالمين قال كيت كات قد أهلي بحشتت كات همه این کاریا دیتنا خودت کرد یا تأویلا دیتنیت کرد همو چنه؟ همو اهل البدعن هر کسی که این کاریا که بجنا بینن یا تأویل کرد بجنا دل خوب بینن یا دی نعمت توی بینن هر آخف نکاب یا دی بحشتوی بینن اما همو اهل البدعن مروفت بیا خوله دیل کرد و دیسا ما ایمان های و ما باریا های کارابر عمین که رجلی تا دیتن فی عرصات القیامة وعند الحساب يعني ساحة محشرة دي تجديدا ووقت حسابش قال ما تذكرن وقال إيمان ده تذكرن ده هي تجديدا ونفس ساحة محشرة ده هي تجديدا لأن في عبارة بيجي صلى الله عليه وسلم بيجي وقت برجع قيامته بيجي رجع قيامته رب العالمين طبعا رجع قيامته درجة بين جهاز صلاة هيك الوا تشتبه سري خلكي تبي وقتي في عبارة صلى الله عليه وسلم بيجي وقت كده بيجنا وكسا أبد عبادة صليبي كري يا عزيري كري يا داركي كري يا بركي كري يا قبركي كري يا بيغمبركي كري يا شيخة كري كري يا وليكي سيدكي ملايكي مرقدكي كو عبادة هاي كي بوچه كريا تبشت هاليك چوب كان ديوي هارا طبعا أبي رازي بيت به ويان ونيا دارو برو أبا أبي تاتي نپرستن هال ايك دي جا فلا دي صليبي چن ونیا یه های دی قبری چی، یه های دی کله چی، یه های داره چی، چون داره پرستی، یه های دی بند کی دچی، هر یکی که چه پرستیه، اول دی چن، دمین دو او اول پرازی نبین، ونیا وکی پیغمبر علیه مسلات و سلام، وکی مروه صالح، اول ونیا اول ناچن، چون اول پرازی نبین، او نگوید یک قوم خوش، بلعکس و نامو گفت یک قوم خوش بکن، وی گفت عبادت خود بکن. ونیا عیسی علیه مسلات و سلام نگوید یک خالق عبادت ممکن، نگوید عبادت دایکم ممکن. مريم يقول عبادة رب العالمين كان أن يعبدوا الله ربي وربكم يقول عبادة رب العالمين كان بعندي أبا أفنى فنا قرتبه ونيا أفا مروفنا فنا قرتبه أبا مروفة صالح بالمروفة باجم الشيخ عبد القادر جيلاني نقول يا خالك كيف كان هوا رخوب من بينن نقول يا عمك في ونيا شيء قفواتن كده شو لك كان آن بشي كان وده كيف تان صار بشي يا غوس ونيا الشيخ عبد القادر جيلاني ما نقول يا يقول عبادة بو خود ابتنه بکنو هوا را خوب کسی نه اینو نگوید یه قبر من پشتی مرنا من مزگفته که سر آوا کنو عالم چیت قزل قبر وی بکتو ونیا شد ریحال بکنو بو قبر وی و طواف لی بکنو داخاز لی بکنو هوا را خوب بن چوه هو نگوید یه گوید عبادت بو خود ابتنه بکنو ونیا اونا بید کسی بکن شریق رب العالمین برن بی افهم موی اللی دیرن هم موی دی هم موده چن هر ایکی که عبادت چی کریه او جماعت وی بگل الهی وی دی چل هن هم موده چن ودشنا النوف كيري دا دشنا النوف جهنم دا پیغمبر بجي صلى الله عليه وسلم دا امتا من نبا و ايمان دار دا من نبا و قل منافقا دا من نبا منوفت ايمان دار و منافق هنگ دا من نبا النوف ساحا محشر دا من نبا هنگ رب العالمين دهيت دهيت و ده شكل خو و صورت خو چلي كار بدل كار و ده جيه اكي دهيت كار رب العالمين همو اهل محشر هات يا پی آغادار کرن كار رب العالمين دل فلان جيه دخاره
وبشين رب العالمين دي الجيه كده يا أخواني دي بجد أنا ربكم دي بجد أسرى بهنقوما دي بجنة ترب ماني رب مد الفلان جيه يا أخواني هنجي رب العالمين بجيد بيعن بس عواسان بجيد فيكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود بجد هنجي رب العالمين دي ساقه خود شريكات لنشاء أهل محشر دات هنجي همو دي شريهن همو دي شنا سجوده اجا اوه دنيا دا سجود وعبادات برب العالمين كي دا چيت اوه دنيا دا سجود وعبادات نب بری براب عالمینی یانیش بو سمعت و ریای بری پیغمبر صلی الله علیه و آله پشتوی در رغب تو راز نشی چبکات نشی خوب چمین تو بشته سجوده اولش دلیل اسنده که کیش دل بینن نه بس ایمان داره غیر ایمان دارش منافق ایش کن هنگی در رب العالمین بین بس اما اف دیت نه او دیت نی اوت کرده دا هوا خود خونیشا اهل بهشت ده او یا خاصا و یا تایبت اهل بهشت ده اول دیت نه کو دی علمای گوتی هما خاصة بكيفة عرصات القيامة يعني ساحة محشرة وهنجي واني أبدا يعني خو غير إيمان دارش هنجي ده كان هنجي منافق ده رب العالمين بيدن أما أفديتنا وكي ويديتناني أو الناف بحشرة فأنت أفش إيك البوا مسألة الجداي الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرتي وما إيمان تفي هابد كابي عمبالي صلى الله عليه وسلم خدي نديت يا ابصاخي وبشياري هذا ايكل عقيدة اهل السنة عقيدة اهل السنة والجماعة بها كو بيغنبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين اديتيا هل او حديث ما قلتي وقت قلتي هل رأيت ربك قال رأيت نورا وان قلت نور ان اراه او برهندش هكا ايكي هل ايكل صحابة رازو من اخذ لبيت تديد انكار يا رؤيكر قلتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم خده نديتيا يعني كنجي نديتيا يعني فشياري نديتيا هكي ايكي اثبات رؤيه كر يعني بحثي كر بحثي خوه دا اما چو خلاف نيه ما بينه كه ما بين صحابات و مسئله دا من اگر اكتب شما صحاباش خلاف اي خود مسئله دا عقيده دا خلاف اي نا خلافه كر چو خلاف نيه وي هندك اي قوتي خوده ديت هندك اي قوتي خوده نديتيا اما اويت قوتي ديتي بحثي نفسنه دا خوده نفسنه دا حديثه بياتي يعني في عباد صلى الله عليه وسلم خبر دادتي أريد بيجي النادي تيجي بحسي كده بحسين جي وقتي في عباد صلى الله عليه وسلم يشيار بيا ويا صابيان جي في عباد صلى الله عليه وسلم يبخوي شجوتي يبخوي جوتي ما ناديته وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.